حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في اخر باب فضل المشي الى الصلاه، قال رحمه الله تعالى: وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام. وهذا الحديث فيه بيان فضيلة المشي إلى المسجد، وفيه فضيلة المشي إلى المسجد وإن كان بعيداً، فإنه كلما كثرت الخطى إلى المساجد كلما كان ذلك أعظم أجراً عند الله عز وجل، إنه كما مر علينا في الأحاديث السابقة أن من خرج من بيته متطهراً لا تخرجه إلا الصلاة، فإن كل خطوة يخطوها إلى المسجد ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة ويكتب له ذهابه وإيابه، وكل هذه أجور عظيمة لمن ذهب إلى بيت من بيوت الله لأداء فريضة من فرائض الله. وهذا الحديث قال: إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. فهل معنى هذا الحديث أن المسجد الأبعد أفضل وإن كان هناك مسجد أقرب؟ اختلف في هذا أهل العلم، ولكن الذي تدل عليه الأدلة أن المسجد الأقرب هو الأفضل، المسجد الأقرب هو الأفضل لما فيه من المصالح، إلا أن تكون هناك مزية معينة في المسجد الأبعد فيذهب إلى المسجد الأبعد. فلو كان هذا المسجد الأبعد المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى، يعني لو كان رجل يسكن المدينة أو يسكن مكة ويمكنه أن يذهب إلى المسجد الحرام أو يذهب إلى المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، نسأل الله أن يحررهم من أيدي اليهود الغاصبين، ففي مثل هذه الحال لو ذهب إلى الأبعد فإنه أفضل في حقه لوجود المزية. وذكر بعض العلم من المزايا في المسجد الأبعد: لو كان في هذا المسجد دروس تقام، لو كان هناك في هذا المسجد الأبعد دروس تقام ويذهب إليها من أجل تحصيل العلم وحصول البركة، فإن هذا أيضا أفضل وأحسن. أما إذا كان الأمر مستويا في العموم والغالب فإن المسجد الأقرب أفضل، وذلك للمصالح المترتبة على الصلاة في مسجد الحي، ومنها حصول الألفة والاجتماع وعدم نفور القلوب بين أهل الحي الواحد. إنه ولا بد لو كان رجل من نفس الحي ويتخطى مسجد الحي إلى مسجد آخر فإن الناس ستسيء الظن إما بإمام المسجد وإما بهذا الرجل الذي تخطى هذا المسجد، وهذا واقع يعرفه الناس. وغير ذلك من المصالح ذكرها أهل العلم. فلذلك الأفضل للمسلم أن يحرص على الصلاة في مسجد حيه. ثم قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وهذا فيه فضل المرابطة في انتظار الصلوات لما في ذلك من الخير العظيم. وقد مر علينا الحديث وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط. سيمر علينا الحديث بإذن الله عز وجل. قال: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث ضعفه العلم، ولكن هو من حديث الفضائل. فالذي يمشي في الظلمة إلى المسجد هذا دليل على إيمانه، ويحصل له النور يوم القيامة. وحصول النور بسبب الصلاة دلت عليه الأدلة غير هذا الحديث. من الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور. فالصلاة نور، وهو يؤيد معنى هذا الحديث. فالصلاة نور للعبد في دينه في دنياه وآخرته،
فهنا قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وذلك لأن الذي يمشي في الظلمة مع حصول المشقة فيها وما يحصل فيها من الأذى هذا دليل على إيمانه وعلى حرصه على هذه الصلاة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عن المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. رواه مسلم. قد تكلمنا عن هذا الحديث في مواضع غير هذا الموضع. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح، وتدل عليه الآية المذكورة في هذا الحديث: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وعمارة المسجد تكون عمارته بالبناء والتشييد، وعمارته بالصلاة فيه، والصلاة فيه أعظم عمارة له. وإلا ما فائدة المساجد إذا بنيت وشيدت إذا لم يصلي فيها الناس؟ فأعظم عمارة للمساجد أن يصلى فيها. وهذا الباب باب عظيم فيه فضل المشي إلى المسجد والحرص عليه. ومن هنا يتنبه المسلم إلى مسألة معينة قد كثر الكلام عليها والسؤال عنها والتفريط في هذه المسألة، وهي ترك الصلاة في المسجد، فيصلي الناس في استراحاتهم، يصلون في كشتاتهم، يصلون في مجالسهم، والمساجد منهم قريبة. وهذه بلية عظيمة ابتلي بها اليوم كثير من الناس. الجماعة المرادة والمأمور بها شرعا ليس اجتماع الناس وصلاتهم في المكان، وإنما الجماعة المرادة في الشرع هي جماعة المسجد. وإلا ما فائدة المساجد؟ فالصلاة في الاستراحات كالصلاة في المجالس، لا فرق بينهما. فالذي يصلي في مزرعته في استراحته وبجانبه مسجد يسمع النداء كأنه يصلي في مجلس بيته، تجمعوا وصلوا في مكانهم، ما في فرق أبدا. وهل هذا هو المطلوب منا شرعا؟ ليس هذا المطلوب منا شرعا. المطلوب منا شرعا أن نصلي جماعة في بيوت الله التي عمرت من أجل أن تعمر بالصلاة فيها. فلذلك هذه مسألة مهمة. وهنا المصنف قال: فضل المشي إلى المسجد. المشي، تمشي إلى المسجد، تسعى إلى المسجد. فكيف اليوم قد توفرت وسائل أخرى، المركبات السريعة التي لا تأخذ منك وقت في الوصول إلى المسجد، ومع ذلك يتكاسل كثير من الناس في أداء الصلاة في بيوت الله عز وجل. والقاعدة في هذا أن من سمع النداء فيجب عليه الإجابة وجوبا، ولا عذر له عند الله، إلا كما قال في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فلم يكن خائفا، من لم يكن خائفا ولم يكن مريضا ومعذورا فإنه لا صلاة له. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة له، هل معنى أن صلاته باطلة؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن صلاته صحيحة مع الإثم، لا صلاة له كاملة في الأجر والمثوبة. فلذلك على المسلم أن يحرص إذا كانت هذه الاستراحات أو هذه المزارع أو هذه الكشتات التي يطلعونها يخرج إليها الناس اليوم قريبة من البلد ويسمعون النداء، فلا عذر لهم، يجب عليهم أن يجيبوا النداء. والقاعدة في هذا أن النداء الذي يسمع شرعا هو ما خلا من الموانع وما خلا من المستحدثات. المستحدثات مثل مكبرات الصوت، والموانع ما استحدث في البيوت من العوازل والإسمنت والسيارات التي تكون في الطرقات إلى غير ذلك من الموانع التي تمنع من وصول الصوت. فإذا وجدت هذه الموانع أو عفوا إذا خليت هذه الموانع وأيضا ابتعد عن هذه المستجدات وسمع الصوت، فإنه يجب النداء في مثل هذه الحالة، يجب إجابة النداء في مثل هذه الحالة. وهذا قد لا يضبط الآن ضبطا يعني دقيقا،
بعض العلماء قد يقول المسافة قد تقدر بكيلو وأكثر من كيلو، ولكن هذا ليس مضبوطا. فإذا كان الأمر كذلك فإذا سمعت النداء فأجب، إذا سمعت النداء فأجب، خاصة إذا كان هذا النداء في حيك وفي دائرتك. أقل الأحوال أن تبتعد عن الشك والريب، أن تبتعد عن الشك والريبة. دينك، احتاط دينك، احتاط لصلاتك. الصلاة هي أعظم عبادة وأجل طاعة، أول ما يحسب عنه المرء يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فلا يكون الإنسان يبحث عن الرخص في مسائل الصلاة، الصلاة أعمل فيها بالاحتياط، هي أعظم طاعة وأعظم عبادة. فكما أنك إذا كان لديك عملية جراحية تبحث عن أفضل طبيب، فابحث في مسائل عبادتك وطاعتك وقربك من الله عن أفضل عالم وعن أفضل من يوثق به ديانة وعلما. أما البحث عن الرخص فالرخص كثيرة، وهذا العالم قد يفتي في مسألة بشيء معين وذاك يفتي بمسألة معين، وتجمع السهلات من كل عالم ثم تسلخ من دينك. فإذا هذه مسألة مهمة، الصلاة الصلاة، هي آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، والحرص عليها في بيوت الله. ومن تعود على ترك الصلاة في المساجد مستقبلا سيعتاد على تركها. فلذلك الصلاة في المساجد من أسباب تقوية الإيمان ومن أسباب الثبات على هذه الصلاة. وكلما ترك المسلم الصلاة في المساجد قسى قلبه، حتى ولو كان معذور يصلي في البر ونحو هذا. بعض الناس يبتعد عن المساجد ابتعادا كليا، فلا بد أن يجد في قلبه قسوة. أما الصلاة في المساجد تقوي الإيمان وتلين القلوب وتقربها إلى علام الغيوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يجعلنا وإياكم ممن يقيم هذه الصلاة كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.